عايض ملك حسن. الملك يمكن عنده لعب 6 مباريات، الثلاث الاولى غير، الثلاث الثانيه غير. بالذات مباراه الاتفاق نحاول ننسى الاتفاق، لكن المؤشر يقول في 9 اهداف في اول 3 مباريات وفي هدف في 3 مباريات الثانيه. لكن عموما نحن نعتبرها استثناء، اللي يشوف النتائج لابد ان يقول الاتفاق كانت استثناء لفريق الحزم او للحارس كمنظور الفريق بشكل. انا شفت مباراه الاتفاق والحزم، الفريق بشكل كامل للامانه ما كان فيه تنظيم، في انهيار، كنت تشعر ان ايضا في سوء توفيق مواد للحزم، كانت اي كره عليهم سبحان الله كان هدف. بعد للعلم بعد المباراه انقلبت الايه بالنسبه للحزم والاتفاق، اللي فاز نزلت اموره دهورت، واللي خسر استطاع انه يمكن يعدل اموره. الحارس يمكن حتى لو ترجع لمسيرته بوجود عنده حتى استقرار، تجد انه ما ينتقل، يمكن عنده دائما 4 سنوات 5 سنوات في كل نادي. ترجع يمكن في نهضه حسين داي او في شباب الوزداد في الجزائر، كانت مسيرته دائما جيده وكان دائما مستمر لمده 4 5 سنوات. انا اعتقد حارس جيد عنده خبره 33 سنه، ولكن حارس المرمى ايضا تحتاج احيانا العمر هذا، خاصه ان الحارس اللي بعيد عن الاصابات ممكن يعطيك حتى الى عمر كبير. والدليل يمكن حارس أنا حارس تعاون في الدوري، حارس يمكن 38 أو 39 سنة ومع ذلك يقدم أداء جيد.